باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، وما زلنا مع شخصية القديس بطرس الرسول. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض الخبرات اللي بان فيها ربنا يسوع بيوبخ بطرس، وفي نفس الوقت في خبرات أخرى بيشجعه. ومعلمنا بطرس زي اللي بيتشكل على إيدين المسيح له المجد، إيدين الفخاري الأعظم اللي بياخد العجينة ويعمل منها حاجة غالية أوي. في لقاء آخر مهم في حياة القديس بطرس اتكلم عنه في آخر أيامه في رسالته الثانية، رسالة بطرس الثانية اللي هو لقاء التجلي. يقول بعد 6 أيام، طب بعد 6 أيام من إيه؟ تعالوا نشوف. قبلها كان بيقول: قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني. من أراد أن يخلص نفسه يهلك، ومن يهلك نفسه من أجل يجده. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ الكلام ده طبعا جزء من تلمذة بطرس. فإن ابن الإنسان، دي بقى الحتة اللي هتبتدي التجلي، سوف يأتي في مجد أبيه. شوفوا، تخيلوا المسيح قاعد مع تلاميذه ولابس جلابية زيهم وبسيط، يقول لهم ابن الإنسان هيجي في مجد أبيه مع ملائكته، حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. بالنسبة لهم الكلام ده صعب تخيله. يعني ايه مجد؟ ما انت يعني معانا عادي خالص، وبناكل وبنشرب وبننام وبنحكي، كيف تأتي في مجد على سحاب مع ملائكة؟ الحق أقول لكم، يبدو لما لقى ربنا يسوع انه تصور المجد ده بعيد قوي عن ذهنهم، قال لهم: طب هقول لكم حاجة، منكم ناس قبل ما هيموتوا هفرجكم على المجد ده، هوريهم عينة من هذا المجد. إذا التجلي بدأ أو ربنا سمح به عشان يأكد حقيقة بيعلنها للكل: أنا آتي في مجدي لأجازي كل واحد، والمجد ده يفوق العقل والتصور. وعشان ما يبقاش الكلام يعني بعيد خالص عن الخيال، ربنا سمح بالتجلي كعربون لليوم ده. من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. وبعد 6 أيام، يبقى جات الحكاية كده، يعني ما فاتش على الكلام ده غير 6 أيام. وبعدين إيه؟ أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. يبقى خد عينات برضو ربنا يسوع، دي طريقته، ياخد مجموعة صغيرة هما بعد كده هيحكوا، لأنه إعلان المجد ده في اليوم الأخير للناس كلها، لكن حاليا للمقربين. بطرس دايما يفكرنا بالإيمان، يعقوب دايما يفكرنا بالأعمال أو الرجاء أحيانا، يوحنا دايما يفكرنا بالمحبة، عشان نبقى عارفين مين اللي يطلعوا على الجبل، مين دول اللي يتمتعوا بمجد المسيح في الآخر. وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. وهنا السؤال المعتاد، هم عرفوا موسى وإيليا منين؟ ازاي عرفوا موسى وإيليا؟ ده موسى يسبق المسيح ب 1500 سنة، وإيليا يسبق ربنا يسوع بحوالي 900 سنة. ببساطة، موسى كان وشه منور، مش بعيد كان ماسك كتاب الشريعة زي ما اتوصف في الكتاب، وإيليا كان لابس زي يوحنا المعمدان. إنما الأسهل من ده وده، إنه هما بيتكلموا ربنا يسوع قال يا موسى وقال يا إليه، لأنه كانوا بيتكلموا مع بعض. يعني بطرس ويعقوب ويوحنا سمعوا حوار ربنا يسوع مع بطرس مع موسى وإليه، إذا بسهولة كانوا يقدروا يستدلوا. طبعا الخبرة دي بالنسبة للقديس بطرس، معلمنا بطرس بالنسبة له موسى ده تاريخ، شخصية تاريخية، عمره ما تخيل شكله ومش عارف ده شكله إيه ولا بيقول إيه، إنما شايفه بعينه هو ده السماء. السماء هتبقى كده، هنشوف الناس اللي بالنسبة لنا دول تاريخ، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود، هذا التاريخ تاريخ حي، الشخصيات دي هنقابلها في السماء. فالتجلي إدانا عينة من السماء كده، عشان بطرس يفضل عايش طول عمره متخيل لما يمشي ويسيب الدنيا هيروح لحبايبه اللي شافهم قبل كده ربنا يسوع له كل المجد، وموسى وإيليا وغيره.
فجعل بطرس يقول ليسوع، هنا بطرس كالمعتاد ما بيسكتش، يعني معاه يعقوب ويوحنا ما بيلحقوش يتكلموا، انما بطرس دايما يبادر ويتكلم. بطرس طبعا مبسوط جدا لانه هينزل يقول لكل الناس ده انا شفت موسى، ده انا شفت ايليا. هو مش عارف انه معاه المسيح اللي هو اعظم من موسى وايليا، لكن يعني بالنسبه لجيله موسى ده شخصيه عظيمه جدا، ومين يتخيل انه يشوف موسى بعينيه ويسمع صوته؟ مين يتخيل انه يشوف ايليا ويسمعه؟ فيعني فرحان جدا باللقاء ده، وعرف بقى كرامة معلمه ان المسيح اللي معاهم ده اله موسى واله ايليا، دول جايين يسجدوا له، كلموا معاه بمنتهى الخشوع والاحترام. فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد ان نكون ها هنا، ما تخلينا كده على طول. ده برضو نقل لنا احساس جميل، المعنى اللي قاله بطرس ده ما زلنا بنتعزى بيه طول حياتنا. ليه؟ معناه ان اللي راح السماء ويتمتع بحضور المسيح وموسى وإيليا وعلى شاكلتهم بقية الانبياء وايضا الملائكة والرسل والقديسين، لسان حاله بيقول ايه؟ خلينا كده على طول، جيد ان نكون ها هنا، يعني يا رب تفضل كده على طول. وهي فعلا هتفضل كده على طول لكل المنتقلين الابرار. وبعدين ايه لغاية كده؟ طبعا ده تعبير جميل طالع من قلبه، يعني انا فرحان كده يا رب، مش عاوز حاجة تاني، انا مبسوط على الجبل وشايفك وشايف معاك الانبياء الكبار والمجد الالهي، خلينا كده. لكن مخه فكر بطريقة برضو بشرية تلقائية، قال له ايه؟ ان شئت نصنع هنا ثلاث مظال. مظال ايه يا بطرس؟ هو المسيح محتاج مظلة؟ وبعدين مظلة من ايه؟ شمس؟ ما هي الشمس اختفت، ده المسيح هو شمس البر، هو نور الشمس يجي ايه في نور ربنا يسوع؟ انما هو بتلقائيته زي ما تقولوا في اللاوعي برضه بدون تركيز كده نطق وقال احنا نعمل اي حاجه يا رب بس عشان تفضل المنظر كده. فهم عشان يفضلوا بره بيوتهم كانوا دايما يعملوا فكره المظال دي، في عيد المظال يقعدوا 7 ايام تحت مظال. قال له طب نعمل مظال ونعمل لك واحده، عاوز يقول له انت طبعا يا رب مظلتك مختلف او الخيمه بتاعتك. هو افتكر بقى موسى لما كان يدخل خيمة الاجتماع وعمود السحاب ينزل وربنا يسوع يحتضن موسى داخل السحاب. قال له نعمل لك انت مظلة ليك لوحدك والموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو مش فاهم بيقول ايه، هو مش عارف ان اللي بيتكلم فيه ده دي تعبيرات بشرية ضعيفة يعني وتخيلات محدودة جدا، انما المجد الابدي ده لا يحتاج مظلات ولا يحتاج ايدي بشر، وطبعا الحضور الإلهي يستمر بدون أي معطلات. وفيما هو يتكلم، وهو بيتكلم كده الكلام التلقائي اللي طالع منه، المنظر اكتمل، دخل عليهم عمود السحاب أو إذا سحابة ظللت. عاوز يقول له أنت تعمل مظلة يا بطرس، وأنا أحتاج منك أنت تضلل علي، أنا مضلل عليكم كلكم بسحابة مقدسة اللي هي حضور الله. السحابة اللي كانت ماشية قدام الشعب زمان وهو بيعدي البحر، والسحابة اللي وقفت بين الشعب وبين المصريين عشان تحميهم، والسحابة اللي نزلت عمود السحاب في خيمة الاجتماع ونزل على الهيكل وقت سليمان والكهنة كلهم خافوا وترعبوا. عمود السحاب اللي يمثل حضور الله في الوقت ده دخل عليهم كلهم في الجبل، وزي ما تقولوا الرؤية خلاص مش واضحة لأن دخلوا جوه السحابة. والدخول جوه السحابة كأنه بيقول لهم إيه؟ زي ما موسى زمان كان يدخل في السحابة وزي ما إيليا دخل في السحابة، يلا أنتوا كمان يجي لكم اليوم تدخلوا في السحابة دي وإيه يغطيكم مجد ربنا. عشان كده يقول الكتاب لما دخلوا السحابة خافوا وسقطوا على وجوههم لأنه حسوا برهبة، إحنا كده في السماء ولا إيه؟ إحنا كده قدام ربنا له كل المجد، ده إحنا كده يعني زي اللي سبقنا الملائكة. فكان في رهبة وخوف وصوت من السحابة طالع هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وهم حاطين وشهم في الأرض، بطرس في وشه في الأرض وخايف لكن فرحان، فجأة اختفى المنظر وشافوا المسيح قصادهم ولمسهم وقال لهم قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم، ما كانوش قادرين يرفعوا عينيهم، ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. يبقى في الآخر طبعا بصوا للمسيح بصة غير زمان، ايه ده يا رب، ده احنا في عز بقى، ده احنا عايشين معاك وانت متنازل ومتواضع وبتسمع كلامنا وبتهودنا وبتاكل معانا، وانت اله الانبياء، انت اله القديسين،
انت اله الملائكة، انت صاحب المجد الازلي والابدي، ده احنا كده يعني ما كناش متخيلين ده كله. وفيما هم نازلون من الجبل اوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا احدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الانسان من الاموات. هم لو اتكلموا عن المسيح ومجده هيدافعوا عن لاهوته. قال لهم استنوا لما تكمل بالقيامة، لما اقوم من الموت يبقى معاكم حجة اقوى، لان قيامة المسيح من الموت هي اكبر حجة لتأكيد الوهيته. ساعتها قولوا ده احنا كمان شفناه على الجبل، وشفناه منور نور اكتر من الشمس، وشفنا الانبياء بيمجدوه ازاي، فتبقوا بتأكدوا كلامكم باللي شفتوه. وده اللي حصل في رسالة بطرس الثانية لما بيحكي فيها القديس بطرس في اخر حياته، يقول نحن كنا معه في الجبل وسمعنا صوتا من المجد الاسنى العظيم قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي في به سررت. واننا لم نتبع خرافات مصنعه، بل قد كنا معاينين عظمته، احنا شفناها بعينينا. موقف تاني من حياه القديس بطرس مع ربنا يسوع، برضو يقول فيما هم يترددون، احنا في متى 17، في الجليل قال لهم يسوع: ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. المرة اللي فاتت كان بطرس اندفع وقال له حشاك يا رب، دلوقتي مش قادر خلاص. المرة اللي فاتت قال له اذهب عني يا شيطان، انت معصرة لي، لانك تهتم فيما للناس ليس فيما لله. فيقول الكتاب فحزنه جدا، كل ما يسمع سيرة الصليب يحزن يتضايق، هو لسه مش مستوعب ان الصليب ضرورة لفداء البشرية، وان الصليب مجد الهي ما هواش ذل. ولما جاءوا الى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس. ما ظهر معروف أن بطرس ده أقرب واحد للمسيح، فجم مجموعة اللي بتاع حاجة اسمها بياخدوا الدرهمين. دول كانوا يتتبعوا أي حد أجنبي يقولوا له أنت ليك الدولة عاوزة منك درهمين زي جزية. وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ طب ما هو المعلم من الجليل، كفر نحوم دي جزء من الجليل. فقال بلى، هو اتخض بطرس بقى، فقال طبعا يوفي، هو اصله يعني عارف ان ربنا يسوع مش بيكسر اي قانون، فقال طبعا. وبعد شويه راح للمسيح يقول له دول طالبين مننا الدرهمين. فلما دخل البيت سبقه يسوع، سبقه يسوع يعني من قبل ما بطرس يساله المسيح ساله قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن ياخذ ملوك الارض الجبايه او الجزيه؟ يعني المفروض ايه يا حبيبي، ياخدوا من الاجانب ولا ياخدوا من اصحاب الارض والبلد؟ مش الطبيعي ان تؤخذ الجزية او الجباية من الناس اللي جاية تاخد خير البلد، بس من بره البلد انما البلد لولادها وولادها ليها. يعني ايه؟ شوفوا ربنا يسوع بيحط قواعد منطقية انسانية لكل واحد في بلده، وإذا ربنا يسوع بيفهم طبعا في المواطنة وفي الحقوق وفي الحاجات دي، ده هو أساس كل حاجة. أمن بنيهم أم من الأجانب؟ يعني المفروض مين اللي يدفع الجزية أو الجباية، الأجنبي ولا المواطن ابن البلد؟ فقال له بطرس: من الأجانب، المفروض ياخدوها من الأجانب. إذا ضمنيا لا بطرس ولا المسيح أجانب، دول هنا مواطنين. قال له يسوع: إذن البنون أحرار، يعني ولاد البلد دول أحرار من حتة الجزية، لا يليق أن يدفعوا جزية لأنهم أولاد بلد، أصحاب بلد زي غيرهم. لكن لألا نعسرهم، لألا بقى طبعا هم إيه بيتلككوا عشان يثبتوا على المسيح تهمة، فهم هياخدوا الكلام ده ويقولوا بقى هو بيشيع في الناس الاعتراض على النظام وعلى القانون، هيقعدوا يعملوا قصص. اذهب الى البحر والقي صنارة، والسمكة اللي تطلع اولا خدها، ومتى فتحت فيها تجد استارا خده واعطيهم عني وعنك. طبعا ده معناه ان ربنا يسوع معهوش فلوس، ولا بطرس معاه فلوس ولا درهمين حتى. وبعدين عاوز اقول له بطرس، بس عمرنا ما هنتشاكل على فلوس، قضيتنا دايما الفلوس دي ارخص حاجة. بدل ما نعسرهم اقول لك انت لسه معاك صنارتك، روح للبحر وارمي، هتطلع اول سمكة تفتحها هتلاقي استار، استار ده عملة تغطي الدرهمين يعني اكتر من 4 دراهم، لان بطرس هيدفع والمسيح هيدفع. قال له ادفع عني وعنك كمان. هنا معلمنا بطرس
اتعلم مبدأ حلو ان الواحد ما يصطدمش بالقوانين حتى لو فيها في التطبيق نوع من العدم العدل قوي، ما يصطدمش ان جت في فلوس، لكن يبقى عارف الحق وينادي بالحق. موقف تاني من حياة القديس بطرس، كان ربنا يسوع له المجد بيتكلم عن العتاب بين الاخوات وازاي الواحد يسامح ويعاتب عشان يكسب اخوه، وانتوا عارفين النص ده، ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، لو سمع لك خير، ما سمع لكش خد حد يعمل خير، ولو ما سمعش خد الكنيسة، ولو مش راضي خالص يبقى ايه يعني، فليكن عندك الوثني والعشار، يبقى انت عملت اللي عليك. يقول الكتاب حينئذ تقدم اليه بطرس، تلاحظوا دايما بطرس متقدم جريء في السؤال وبيسأل من قلبه وعاوز فعلا يتعلم، مرات يطلع الكلام اللي بيقوله فيه اندفاع زيادة ومرات يطلع حكمة. تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ يعني عاوز يقول له رب اللي انت بتقوله ده صعب شوية، ما أنا برضو أخويا، طبعا عرفش نقصد اندراوس ولا لا، دول قديسين كبار، لكن هو عاوز يعلمنا مبدأ، هو لما أخويا يغلط فيا وسامحه كم مرة يعني؟ هل إلى 7 مرات؟ طبعا دي يعني معايير العهد الجديد العالية دي، ان الغفران والتسامح بلا عدد، فقال له 7 مرات يا رب. قال له يسوع لا اقول لك الى 7 مرات بل الى 70 مرة 7 مرات. طبعا 70 مرة 7 مرات مش هنعد 490 غلطة وبعد كده ال 491 نمسك الواحد ننتقم، لا، مقصود بيها 70 مرة 7 مرات يعني ما تعدش، يعني إذا كانت طاقتك جابت 7 مرات خد من ربنا 70 مرة 7 مرات، يعني تتضاعف قوتك الروحية، احتمالك طاقة الغفران بربنا. فأنا بقول لك أنت تحسبها على قدك تبقى فعلا مش قادر تسامح أكتر من كده، إنما لما تصلي وتاخد معونة إلهية تلاقي نفسك ما بتعدش، يغلطوا زي ما يغلطوا، يقولوا زي ما يقولوا، مرة واثنين وعشرة ومية، وانت ايه شايل من ربنا غفران وحب وبتدي للناس غفران وحب. لذلك يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده. اذا مع سؤال القديس بطرس بتاع حكاية 7 مرات غفران دي، فقال له 70 في 7، حكى مثل عشان يفهمنا ضرورة ان الواحد يسامح وإلا مش هيتسامح، وحكى لنا حكاية العبد الشرير اللي كان مديون بكتير قوي وسيده رحمه وشال عنه الدين الكبير ده كله، وبعدين راح مسك عبد زميله في مبلغ قليل قوي وقال له مش هسيبك، راحوا بقى بقية العبيد قالوا له شفت الراجل ده انت سامحته في قد كده وهو مش راضي يسامح اخوه، فجابه وقال له طب انا يعني سامحتك في عشرات مئات الأضعاف من الخطايا مش قادر تسامح أخوك. إذن هنا ربنا يسوع علم بطرس وعلمنا أن طاقة الغفران تحتاج لمعونة إلهية، وتحتاج دايما أفكر نفسي أنا ربنا مش هيسامحني لو ما سامحتش، وأنا ربنا مسامحني في كتير قوي، فمهما غلطوا فيا الناس وعملوا أقل كتير من اللي أنا عملته في ربنا. موقف آخر من حياة القديس بطرس وتلمذته لربنا يسوع، في متى 19 كان ربنا يسوع له المجد بيتكلم عن الغني وما أعصر دخول الأغنياء، وساعتها حتى التلاميذ يعني صعب عليهم، قال لهم ما تخافوش غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، يعني إذا مش كل الأغنياء تهلك، لا، الأغنياء في منهم كتير صالحين بالعطاء وبالتوبة وبالشكر يتحولوا إلى أبرار حتى في وجود الفلوس. فبطرس بقى عاوز يقول له احنا فقراء ومع كده بقى مشينا وراك وسبنا كل حاجة، فاحنا مصيرنا ايه بقى؟ فأجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، يعني بعد الشر علينا احنا بقى، ان كنت بتقول الأغنياء اللي بيحبوا الفلوس دول هيهلكوا، احنا ان كان علينا الـ12 سبنا كل حاجة ومشينا وراك. برضو الواحد كان ممكن يفكر ويقول ده المسيح ممكن يصعب عليه الكلمة دي، لأنه زي الواحد قصاده بيقول له أنا عملت لك وسبت لك وكان ممكن لو واحد فينا يقول له بطرس يعني سبت إيه يا أخوي؟ سبت شبكة، سبت مركب تعبانة، سبت شوية سمك، ده أنا مخليك رسول بتعمل معجزات وبتتفرج على التجلي. إنما ربنا يسوع ما خدهاش خالص كده، بالعكس بقى يشجع بطرس وفرحان بيه، بيقول له أنا سبت كل حاجة عشان أنا كمشيت وراك،
ماذا يكون لنا؟ بيتكلم في مكاسب. فربنا يسوع يقول له طب وماله؟ هقول لك المكسب. قال لهم يسوع الحق أقول لكم، أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسي تدينون أسباط إسرائيل 12. اللي هم أنتم مش عارفين العز اللي أنتم فيه ده، أنتم بتفتخروا زمان أن ليكوا جد اسمه يهوذا وشمعون ورؤوبين وياساكر ودان، الأسباط دول الكبار قوي دول أنتم هتبقوا بتحاسبوهم، أنتم تقعدوا على كراسي، أنتم اللي ادينوهم يا بتوع العهد الجديد، أنتم تبعي. وكل من ترك بيتا أو إخوة، بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أب أو أم أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، لكن كثيرون أولون يكونون أخيرين وأخيرون أولين. شوف الدرس ده مهم أوي للقديس بطرس. قال له أنا عارف أنت سبت إيه حبيبي، وكل اللي سبته تاخد أضعاف أضعاف غير الحياة الأبدية، ومحدش ساب حاجة إلا وأنا واعي جدا هعوضه إزاي. وفي الدنيا 100 ضعف. شوفوا القديس بطرس كام كنيسة باسمه دلوقتي، وكام ناس بتتبرع بملايين على حس القديس بطرس. إذن هو خد كتير، لكن أهم من ده كله الكرسي اللي في السماء والحياة الأبدية. بس قال له في تحفظ، في حتة ما تنساهاش يا بطرس، ان في ناس تبقى في الاول لكن في على الاخر ترجع لورا، وفي ناس تفضل ورا وفي اخر ايامها تطلع لقدام. يعني ما تحكمش النهارده، في ناس ماسكه في الدنيا زياده ومش راضيه تدي لربنا حاجه، ما تحكمش عليهم. دول شكلهم النهارده اخيرين، مش بعيد يجي اليوم يبقوا اولين. زي ما شفنا زكا مثلا، زكا كان اخر واحد ممكن يدخل السماء من كتر ما بيحب الفلوس وطماع واناني انما ايه رايكم بقى، ده تخطى الصفوف كلها وطلع من الاوائل. وفي ناس كانت في الاول خالص زي يهوذا، لانه ساب كتير وبقى تلميذ، انما يهوذا رجع في الاخر خالص واترفض لانه باع المسيح وحب الدنيا مره تاني. فاذا ربنا يسوع قال الترك حاجه حلوه قوي وليها اجر سماوي كبير، بس اوعى تفتكر انك عشان سبت كتير ده ضمان بقيت ايامك هتفضل كده. خليك حريص انك تكمل رحلة الترك لاخر عمرك، لان في ناس كانت في الاول رجعت في الاخر، وكان في ناس اخيرة خالص ومش محسوبة وطلعت في الاول. لقاء اخير اقوله كده في دقيقة، في متى 20 لما جم بقى مامة يعقوب ويوحنا وقالت له عاوزة واحد على يمينك واحد على شمالك، وبطرس ده تالتهم يعني ده اقرب واحد ليهم، فطبيعي بطرس ايه صعب عليه. فربنا يسوع بعت لها وبعت لهم كلهم رسالة واضحة بكلامه، وقال لهم لا ما تفهموهاش غلط، الموضوع اليمين والشمال ده مش بتاعكم انتم، انما اللي عاوز ياخد مكانة كبيرة معايا في السماء يشرب الكاس اللي هشربها ويصطبغ بالصبغة بتاعتي، يعني يحب الصليب ويحب الألم ويحتمل التعب والجهاد، وعشان خاطر الناس وخلاص الناس يقدم نفسه ويموت عشان الناس. وطبعا علمهم ساعتها وقال لهم اللي عاوز فيكم يبقى اولاني يبقى اخر الكل، واللي عاوز يبقى عظيم يخدم على الكل. كل دي كانت رسائل لبطرس الرسول بتعالج شوية البقايا اللي جواه من حتة الكرامة والذات والعظمة والسلطة والمكانة الاولى. كل ده ربنا يسوع بيفكه عشان نشوف في الآخر قديس بطرس الرسول قديس عظيم جدا يتشبه بالمسيح. وإلى لقاءات أخرى مع بطرس الرسول في سلسلة فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.